walaalayaal kani waa darsigii shanaad ee kitaabka mutammimatu al-ajarumiyya lil-imam abi abdillah muhammad ibni muhammad ibni abdurrahman al-ma'ruf bil-hattab rahimahu allahu ta'ala. وأما حذف النون فيكون علامة للنسب في الفعل في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. وأما حذف النون النون تجوين تيذ اللجوي فيكون وحأهان يهو حذف النون كي علامة علامة أيو للنسب كردق النغدة في الأفعال فعل ياشي التي أفعاشي رفعها قد كيذ بثبوت النون نون سويتان كيذ الله سوغو أم كسو قد نمركي لقودي جري نون تلو سوغي جري قوين تهدين لقوية بامانتنا علامة دواء يعني حتى فنونك وعلامة النقنية نصبه وعلامة النقنية سوى كالنائبة فتح ذي كالنائبة مركا أفعال الخمسة ويميشا الفعل كي مضارع وآخر كي سؤول لحد السنين ألف الاثنين واو الجماعة ياء المعنفة المخاطبة فعل كاس وحنصار إن مركا لقوذي ثبوت النور وحل ذي هذه اللي قوذي جر نون تقول الله سوى حدنا وحاله وكر لقيا نونت أول جويو مركل له لا ريب ينا نونت أول جويو الوريب دونا وأرك دونا نحو قوله تعالى إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم ولن تقومي ساسكوا مثالي إلا أن تكونا ملكين يعني محوها آيدي ما نهاكما شيطان كابو حكو أورنجري مارت النبي الله آدم يحواء يكيري ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين يا ها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين سمعين إلا أن تكونا ملكين وحكر لذنك قريب مجري إلا أن تكونا ملكين إن الله بملك نقطان يعني ما ركتي يعني ديدة لديدة لذنك قريب أما سعاد وارتان ساسو كؤرنا ديدي هعوننا اللي يروي مركة إلا وأداة استثناء وي أن حرف مصدر ونصب تكونا محشاتك إنها الكاسوي أنت أنت سنجل كهر محوها فعلكم تكونا نبوها سماهين نون بأودن بيس أنت مركي قشين نون تيوالا جريوالا قوي تكونا وحلنا فعل مبارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة لأنه من أفعال الخمسة ساسا لنا وهي متصرفة من كان الناقصة كان ذي ناقصة هيدا كتمت تكون ذا سوما اسم كذي واو غاسوة واو الجماعة هاس إلا أن تكون ما ألف الاثنين كانوا جيدا ألف الاثنين كاسا مارتي فعل كذي وألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع اسم يكون وي كان ذا اسم كذي هوي ملكين لو خبر يكون كان هذا خبر كيدي وي سيا خبر ملكين او خبر ومنصوب سمين كان خبر كيدي ما كان اعرابنا محل ان ملكين خبر يكون منصوب علامه نسبه الياء اي المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابه عن الفتحه لانه مثنى ويا الا ان تكون ملكين وان تصوموا خير لكم ان تصوموا خير لكم أن تصوموا محل شاهد كي أن تصوموا ذاسوي أنت أنت سنجل وحوقها تصومون نون باتيل أن مركي للقى لي أن نونتي والقوي مركي أن أول كسو قشي بانونتي دعضي أن حرف مزدن ونصب تصوم فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع خير تان مركة وخبر أو مبتدأ هل كان لقصو حررها يا لقصو دلالنا يو بقوليها مركا وحال إذا هذا أن مع ما دخلت عليه أن كان إيا فعل كأي شيء في تأويل مصدر مركي مصدر لو بدلو والتقدير وحون قنا يا صومكم خير لكم هذا يروك لو مركا خير انتان هدارة ان تصوموا مبتدأ لهم سوى شيئين محيطة خير الخبر كالليه وام حيابين محيالة أنت مصدر يدا يفعل كأي قشاء انت لا ضلالي يعني لا سبكيو أيو حلقة سوصارة اسم بلقة سوصاري اسم كاسا مبتدا صوم با مبتدا مرفوع وعلامة رفعه
ضمة ظاهرة في آخره، صوم مضاف الكاف مضاف إليه مبني على ضم في محل نصب، والميم علامة الجمع ذكر. صومكم خير لكم ونقنا خير تمرك وخبر مبتدا أو صوم ضاسة أي خبر هي مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة في آخره لكم نجار ومجرور ويا مركا أن تكون فعلك مضارع مركي ألفتي ألف الاثنين لحرستك وقومي ثاني أن تصومون فعلك مضارع مركي واو الجماعة لحرستك وقومي ثاني ولن تقومي مركي ياء المؤنثة المخاطبة لحرستنا كروك وقومي ثاني لن تقومي لن حرف النفي ونسب ونستقبال تقومي أسل كيدي محوة أنت سلن تقرين محوة تقومين بوها سمين تقومي مركو حالا أنها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه حذف النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على سكون في محل رفع انتاس وحوي حذف النون كينا على مدي أفرت علامة نوغدر شن علامة نوغدر سوما حل بوصن ونودي تضبضي موضع نوغدر واسدين مركو هذا حنكبه حني باو معرفة علامات العراب رفعه ينسبدي رفعه او افر علامه اي نصبه او شن علامه علامات كوا سغال سوما هدو حنين سغال كاس لبا وا اصل تضبده كلنا وا فرعو مواضيع وحي دكتي كثير رفعها مركي لسكو جيو علامات كي رفعها سديد بي دقين علامات كي نصبدنا سديد موضع بي دقين سديد يي سديد و لحي طبن موضع بي نو دكتي وين وللخفض ثلاث علامات الكسرة وهي الاصل والفتحة والياء وهما النائبان عن الكسرة وللخفض هو صدق أي أسقنا ذي ثلاث علامات علامات سدح أي خفض أسقنا الكسرة هو صدق بأسقنا وهي إذا الأصل أسلا كسر ذا أسلا والفتحة كردق بأسقنا ذي وحركة حركة كنا ابن قطب ابن غني والياء ياء بأسقنا ذي وهما اللبذو ذنا يعني فتحة إيا يأذو نائبة تانك والنائبة ويان عن الكسرة كسر ذي كنا أبيهين ويان وفروع وي فأما الكسرة مركز سدح على موي الكسرة وصلة والفتحة والياء وسدح ذاسوي مركز فتحة أقوه الرئيسي الكسرة أقوه الرئيسي وأصل كأهي مواضيع أي دكتيبة نركينا ووحي الصامر نيوح عصب معها مركز سادرت وبدين يا للبين وشلق ما أنتو حنمري نيوي فأما الكسرة كسرة فتكون وحي أهاني علامة علامة أي للخفض وصدق أن قنيسة في ثلاثة مواضيع سدح بوس أي يعني كسرذي على من نقطة يخفضه على من نقطة يعني سدح ذابوس لحدودا وما حسدح ذابوس واكوي في الاسم المفردي في الاسم المفردي اسم كي مفرد كاها المنصرفي منصرف كاها والتنوين تأقبلي نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى أولئك على هدى وفي جمع التكسير المنصرفي جمع التكسير كي منصرف كأهانة على مد بين نقطة وتنوين تأقبلي نحو قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا بوسك سدحادنا وفي جمع المؤنث السالمي حوينك جمع ذي بدبادي إيه وما حمل عليه وحي لها لشيي نحو قوله تعالى قل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال ساسو كنوي انتاس أيو قبحي كسرد مواضيع ذي كان هراء وحوي الاسم المفرد هراء صبر لتعريف تيسوية حد مصنف كالمنصرفي بوكوحره أول المحون ديجري منصرفا كان أو غير منصرفا بون ديجري صمع. لكن هذا حودة المنصرفي محايا لمرك في حالة الخفض أما في حالة الجر الجوغ وحو المنصرف أقو كيدي أقو حري وحو كي احترازي اسك إلى لنا يا اسم الله ينصرف كمتك اللي يريه هذا أيو اسك أو احتراز كسمينا يا حيا لسجا كسر اللجو مهوس دجا فتح اللجو هوس دجا مركز هذا درت وقال لي حنايا جمع التكسير كمركو كهد لينا المصاريف يبو أرنايا ساسويري بس لجوس كأنن أن جوجنو السجنا جمع التكسير غير مصاريف أجره مركز هذا درت وقعد ورسنا ياوي نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعني مركز شيء وحلا هوس دجايو شيء مركز الهوس دجا سدح شيء باللجوس دجا سدح عام كسوما أنت المتفقة إن حرف اللجوس دجو إن ما ركتي إضافة لغو هوس ديغو إن تبعني ما لغو هوس ديغو تبعية سدح هذا ما هين يعني سدح ديبو ماشان كوغو ذا ميثالية أما حرفها لغو كرد لغو هوس ديغو أما إضافة لغو هوس ديغو أما تبعني ما لغو هوس ديغي تسالها بسم الله الرحمن الرحيم كسي اسم بيئة انتي سبع ذا قلين سوما
بعد ما كيجشنا باسم يبون نقضي اسم ذي هاس لقي حرف هاس لقي أو بعد أهوي الله وهاس لقي أنت الله بليدي بسم الله وي لفظ الجلالة وهاس لقي محله وهاس لقي إضافة معناها مقع عن إلهي بأسكله إضافة لي هذا وأركض دون إن شاء الله تعالى الرحمن الرحيم لبدن والله هاس لقي وحاله هاس لقي تبع نمو صدق حذيبة بسم الله الرحمن الرحيم كوك ولا سنتا ولبدن وداس واسفوي نعتبى لي هذا هو لفظ الجلالة هاس أي الله قصفينا بسم الله الباء حرف جر اسم مجرور بالباي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بفعل المحذوف تقديره يعني ابتدئ هذا ترى هذا ايه ما ارتهب حتى اقرأ ايه فعل بما كنت على جنة يساوي واي باسم مضاف الله مضاف اليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره هذا محل شاهد كأنه والله يا الرحمن الرحيم وأسماء صماء قال هو صدقي باسم ذا لفتيرا اسم مفرد وكله الرحمن وصفة لله وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره الرحيم وصفة ثانية لله صفة الله بعض الله لي أما نعتد أما صفة ده وصفة المجرور المجرور وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره أولئك واسم إشارة ومبتدئ سنين على هدى ويمع الشاهد كين مرك انت انك لو حيد ايضا كسر ذا لقى ظاهرين على هدى ايضا لبقدر يكون مثالية على وحرف جر هدى مجرور بعلى وعلامة جره وحالين هاي كسرة مقدرة وحوي على هدى من ربهم أمرك أسوك له يابا قؤان موقته يابا ماشك قؤان هدى توالس كدق ألف أحانا الله دق هذا أمرك وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة المعوضة عنها التنوين منع وحانوجي منع من ظهورها تعذر هدى هذه هدارة سكي قدر كسر وديون إيو حبيدان ساسوها لكن هدى سيدي هذا هدى مع الشاهد كان اسمي أو معرفتي وحنوجي هذا وعلى هدى تأوي عراب تلقو قدريوي مع الشاهد كان اسمك مفرد كاها وبوسك كوبادوي بوسك اللبادي كسرد الدكتو وفي جمع وفي جمع التكسير المنصرفي جمع التكسير نواتان صوبرني المنصرفنا وحكي احترازي كالغير منصرف كاوي للرجال نحو قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال ذا سوي هذا محل شاهد كين اللام حرف جر الرجال مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم وخبر كي يهر مروي نصيب انت المبتدا مؤخر مما اكتسبونا نصيب انت اسال لسفين ياوي مما اكتسبوا صفة لنصيب ما كده كينا بوسك اللباد نوال للرجال داسوي وانا منصرف وغير منصرف معها بوسك السدحاد يكسر الدكتور في جمع المؤنث السالمي جمع المؤنث السالم كيوي وما حمل عليه وحي أسقل الصاري وحي أسقل الهليشي وما ألحق عليه نحو قوله تعالى قل للمؤمنات وقل للمؤمنات بأيه ووبا كجي التأمن الناس وما ترى قل للمؤمنين آي تضمنه وقل للمؤمنات ووبا كما قال مركا قل وفعل أمر مبني على السكون فعلك وأنت للحرف للمؤمنات اللام حرف جر المؤمنات مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وجمع المؤنث السالم كعادي هاوي محمول عليه جاء أما ملحقي سنة ومررت بأولاة الأحمال بويري عربي هو ما هم قرآن ما مررت بأولاة الأحمال هو ينكي أورك أصحبك هذا صومر مارتي المهد علوش كجرين بأولاتي مررت فعل وفاعل بأولاتي الباء حرف جر أولاتي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره أولاتي بأولاتي مضاف الأحمال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كل كسد حذاس بوس أي دكتا كسرة وعلامات كي خفضضوا أي لهايد تي أقول الرئيس أصل كأهيد سد حذاس بوس دكتو الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم السجم لا يكون إلا منصرفا جمع المؤنث السالم كمنصرف مو يوحك لما بنقضى بس إذا درت يوحك لما بعنا إلا إذا يا ذا يكون الدم إن شاء الله عشر كذا ما كده هنا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
وحن كل حجر نباو معرفة علامات الإعراب وحن كسوى بحني رفع على رفع على علامات كيدي مواضيع البيضي سيبان كسوى هذا الني وحن كلو كسوى هذا الني نصبضة أيضا علامات كيدي مواضيع ذيه وحن كل حجر نباو خفضه خفضها وحان سواني لصدح علامينيه صدح ذا علامو كسرو أي أهر ريسو أسلها وحا كحيقي يا وحا قدن بي الفتحة مارك كسر ذا مواضيعني إيدهيسي صدح ذاها أيان كسوا بحني ونسوا أرقني الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المعنف السالم وما حمل عليه سد حداس أيام كسوة بحني مركة يعني وحن هيسنا خفضها على مد هل على من كسوة بحني هل كان على من سد حبوس إنه نيد ذي أيام أرقني على مد اللباد بان هل كان كبلا بينا وأما الياء يأذي فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع يأذي فتكون وحي أهانسا علامة على مأيين الخفض وصدق النغطاء في ثلاثة مواضع بوسيال سدح بحدود أي علامة النغطاء سدح بوس أي يأذن الدكتاه كسرد سدح الدكتي يأذن سدح بوس بالدبيسة سدح الواكوين في الأسماء الستة أسماء ذي اللحظة أهي وكو يعني أسماء باس أسماء الستة اللي يرهدو مرك الله هوس بغيو يأبى لغو هوس بغا وحسو أردنا أسماء الستة مرك اللي بغدو إن واو لغو قدو مرك اللي كر بغينا ألف لغو سو كر بغي حد الله هوس بغينا يأبى لغو هوس بغينا نحو قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم كما وقوله تعالى كما أمنتكم علي على أخيه كما أمنتكم على أخيه ومررت بحميك وفيك وهنيك وقوله تعالى والجار ذي القربى انت أيها أسماء ستة مصنف كما يقول مثالي ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا وحوي أرتد وفعل أمر فعل أمر مبني على حذف النون نفعل خمسة مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع إلى أبيكم هذا شيء كلمة الكاسوي إلى حرف جر أبي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن عن الكسرة نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الستة أبي مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الضم في محل نصب في محل جر والميم علامة جمع الذكور مرك إلى أبيكم والتاسر اليم كما أمنتكم على أخيه مرك كما كافتوا حالي هذا هو حرف تشبيه وجر ماذا هو مصدريه أو فعل كقدم بيو أي مصدر لقبل عليا إيه اللي يحسوته مرك هذا محل شايد كينو على أخيه لقدم بوي أمنتكم أمنت وحوه فعل وفاعل أمن مرك هذا التعباس يعني لحي رسيته أو الفاعل كا أو ضمير رفع متحرك سيأتي أي الله ريري نونك أصل فعلك هو أمين أبوها فعل ما دبوها مرك أمنتكم يعني وحلينا فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات فيما وكل كلمة واحدة أمنت والتاء فاعل مبني على الضم في محل الرفع كن كاف كأيوحي والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب والميم علامة جمع الذكور على أخيه محل شوك وكاول أخيه بعد يأذى سنبه وصدق على أخيه على حرف جر أخي مجرور بعلى وعلامة جره الياء
يغفر عن الكسر لأنه من أسماء الستة. أخي مضاف لها ومضاف إليه مبني على الكسر في محل جر على أخيه. ومرت بحنيك مرت فعل وفاعل بحنيك الباء حرف جر حنيك حمي مجرور بالباء وعلامة جره مجرور علامة جر مجرور بالباء وعلامة جر الياء نيابة عن كسر لأنه من أسماء الستة. حمي مضاف كاف مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. وفيك وهنيك بحميك لا سكون عطفيه. وفيك الواو حرف عطف فيك في معضوف على حميك والمعضوف على المجرور المجرور وعلامة جره الياء نيابة عن كسر لأنه من أسماء الستة. في مضاف كاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وهنيك نسلو كريتويا. والجار ذي القربى والجار ذي القربى الواو حرف عطف والجار ذي حق عطف انتهي وبالوالدين إحسانا تاسك عطف انتهي واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هل كاس الوعط وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى صومين وكا مركا والجار الواو حرف عطف الجار معطوف على بالوالدين إحسانا تاسوي والمعطوف على المجرور المجرور على الجر كسرة ظاهرة في آخره. والجار ذي القربى ذي ذو صفيننا ذي صفة للجار وصفة المجرور المجرور وعلامة جر الياء محل شيء كنا يرو سوى نجدي ذي القربى اسم كاس ظاهر كذا الله إضافي مرقى ذي وحلم صفة للجار وصفة المجرور المجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف لأنه من أسماء الخمسة لأنه من أسماء الستة. ذي مضاف والقربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر موضع كوبات يأذي الدقيسي وأسماء الستة أسواء أرقنا دوسك لبادوحة وفي المثنى وما حمل عليه مثنها يوحي لدول ساري وحائسة لوح باري يعني ملحقات كسامي جيدة. وفي المثنى وما حمل عليه مثنية أهرام أسوى برني مركي اللي قبلي وحنكسو قبنا ألف مركي اللي قردقي وحنكسو قردقي لي حد نيابة لو قردقا لا لو أصدق يا بني جيدة حد نيابة لو أصدق يعني يوحي الملحقات كيساها ملحقات كوي نوع إمام دونانو وأنا أركض دونام مثنها يعني مارتي اثنين هي اثنتين بمسنف كنوسو شيلي ثنتان أيضي لليه هي مارتي وهنزل اللي قلقوه هي كلائي تلتا كوي سلوكي لدون ملحقات كوي نحو قوله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حتى أبلغ هذا محل شيء كان البحرين لاسوي لا يرى مثناه حتى أبلغ يعني محيد أيدي بلاجي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين زمان يعني ساسولي مزولي إن سمارة سفري حتى أبلغ مجمع البحرين إلى موسى إلى بضب بضبك كل مان أنقاره حتى حرف غاية ونصبنا ليلة أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وأركض دونا أفعاش مكان تقنون نواصبت أيها كقير دونا حتى ذا بعد أن مضمرة وجوبا أي نسبسة أن ماشي كقدر حتى أن أبلغ أبي كلوي أنت مصدرية أي أن أبلغ باسو كلوي برك أنت واي وجوبا بالله قرناي مرك أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فاعلك وأنا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا مجمع ومفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره مجمع مضاف البحرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره محل هي الياء المفتوح ما قبلها اللي هو مثنى سماء المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى كاوح النور مثالي مثنه لأن البحرين شروط مثنى هي اللي يعني وما حمل علي أو ملحقات مثنى أنا أنت نقول مثالي ومررت باثنين واثنتين لبدا سكوكو مثالي مررت فعل وفاعل باثنين الباء حرف جر اثنين مجرور بالباء علامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها
نيابة عن الكسر لأنه ملحق بالمثنى. واثنتين لك عدف الله حرف عطف الاثنتين معطوف على اثنين اثنين ولبن من باسومري مرتب اثنين لبن من باسومري واثنتين لبد مر باسومري لبح وين باسومري واثنتين الواو حرف عطف اثنتين معطوف على اثنين والمعطوف على المجرور المجرور وعلامة جر محل ما يسجنه الواو المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه ملحق بالمثنى وملحق بالمثنى هل كاسنا بوسك اللباد اي يأذو اي دقيس اي كسو بحد ككوباد حواها اسماء ستة سمين بوسك اللباد ومرك الهوس دقيو يأذو اي مارك في حواها اي كسر اللي كنها ابتهي بوسك اللباد وكسر اللي كنها ابتهي ومثنها يوحي مارك اللوح مباريوي بوسك سبحانه وقد انبي اي يأذو اي دكتو وفي جمع المذكر السالمي جمع المذكر سالم جمع المذكر سالم إيه وما حمل عليه يوحي أسجى نقول صار لوحهم باري وحي لوحهم باري ولا هليشي يبى لجيده جمع المذكر سالم وصومرني وما حمل عليهنا ونوكين دونا هذا تصاري رب كبحني حياله لوحهم باره ونرك دونا جمع المذكر سالم ك يعني ما رتي بابك صوص عضو أيو أسنن ووكين دونا وألحق به أولو عالمون وعشرون وما بعده من العقود الوكودية إلى تسعين أكاس الوكين دونا مركوا دارنا دي الإيران وحول نحو قوله تعالى جوع مذكر سالم كلام تعريف تيسي وحوى شرودي سوى كسوى هذا اللي قل للمؤمنين تاسو كالوكود مثال قل للمؤمنين قل وحلنا فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت للمؤمنين الله حرف جر المؤمنين هذا ما صفة لقبنيه مس عالم لقبسي صفة لقبنيه لأن الإيمان وصفة وضف قاتوي للمؤمنين الله حرف جر المؤمنين مجرور باللام وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه عكسه مثنهوي نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر سالمين كاس وامد كاويا المؤمنين جمع المذكر سالم لوجو مثال فإطعام 60 مسكينا وحول لوجو مثالي ملحقات كيسي ومحمل عليه أي لوجو شاذوي فإطعام يعني فأذني وحويا وحالي هذا داخلة في جواب الشرط حكور فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا سما من تاسم شرطها آخر ريسو مالك الجواب شرطه أي دعي ساد بوسكي سيويني إطعام دوالة مبتدئ سنية مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر إطعام مبتدئ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أبي خبر كيسة أموى مقدمة لهذا فعليه إطعام إن أتراب أما فإطعام 60 مسكين واجب إن أتراب كذلك أنت وحد أنت السنة تقدير تأريه خبر كيسة ومحدوث ويا 60 لا مركو وحا هذا اللي هو عمل فليا 60 لا إطعام لا أي وحيتها ومصدر إطعام مصدر هذا هو مبتدا سماء قوذين مرتاك هذا مصدر سماء مصدر كان وحا الأبنى يعمل عمل فعله فاعل وقتا مفعول به وقتا مركا فاعل كيسي وضمير محديث فإطعامه أبا يجروك لأتي لمك هذا أسفماش قدرنا أي فاعل كيسيا 60 لا هو مفعول به إطعام ومصدر كان سكو عمل خلي سوى مجد لكن أصدى مفعول به أها أي إطعام كي أو مصدر لا إضافي ما كان محامة قنايا مفعول به أو مصدر كيسي لا إضافي محال إضافي مصدر مضاف إلى مفعوله يلي ومصدر مفعول كيسي لا إضافي ما كان إطعام إلى مصدر يبحلانها مضاف 60 مضاف إليه ومضاف إليه اللي في محل جره تعالى عادة سومجد ومفعول به أول إضافة مصدر مضاف إلى مفعوله ومصدر مفعول كيسي له إضافة إدعام مضاف 60 مضاف إليه مجرور علامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه ملحق بجمع المذكر سالمي جمع المذكر سالم أمارة الله لشيئوية مسكين اللي وحوى تميز من كنا سبيلنا تميز من صوب على تميز من فتحة دارة في آخره
يأذي صدح ذا بوسي نوتكتي خفضل صدح على ميلهد الكسرة والياء والفتحة سمين كسرني صدح بوسي دكتي يا علمارتي يأذر صدحي دكتي مركو حاني سنة الله بحلامة يلحب نودع عنه سنة سوما طيب على مدى القدم بيسي أوف أي مارك خفضه لها أيان هكا هد أنك قليلا وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا يصرف مفردا كان أو جمع تكسير ساسو كالوية وأما الفتحة كربيكي فتحة فتكون وحي أهان علامة علامة أي للخفض وصدقي أنغطا في الاسم اسمك الذي اسمك لا يصرف آنا دورسوم يعني تنوين تأقبله الذي لا يصرف الذي لا يقبل التنوين عن منصرف كأهين مفردا كان مفرد أهايا أو جمع تكسير أما جمع تكسير نقية مفردا كان مفرد نقية لأن اسم لا ينصرف كمثنئي جمع المذكر السالمي جمع المؤنث السالمي من نقضه غير يعني ما رتي اسم لا ينصرف من نقضه اسم لا ينصرف كأنه مفرد نقضه وإما أنا جمع تكسير نقضه ولا أمويان مركا يعني مفردا كان أهايا نحو قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فحيوا بأحسن منها أو جمع تكسير النهاية نحو قوله من محاربة يوحي لمده نفرك حكومي ثاني لبدا تصال فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل يفحيوا بأحسن منها نفرك لبدا سكومي ثاني جمع تكسير كان من محاربة أيوه كومي ثاني يويا مركا حد فتحني هل بوس او كلير يدكت هل كبوس يدكت واكه الاسم الذي لا ينصرف سمع الاسم الذي لا ينصرف يدكت واوحينا اوحينا وفعل وفاعل اوحينا وفعل وفاعل ضمير رفع متحرك بالعين السري اوحينا وحلنا الفعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على اخره منع من ظهورها كراهة التوالي اربع متحركات أو متحركات أو حين الربيع زمان اسكره وحتى فعل ماضي مبني على سكون الاتصاله بضمير رفع متحرك ده ضمير رفع متحرك ولحن يسري على طريقة بحال هذا الكوفيين سلا اسكره إلى إبراهيم مركوة ناظر وفاعل مبني على سكون في محل رفع إلى إبراهيم محل شاكين وكاوي وإسماعيل إلى إبراهيم إلى حرف جر إبراهيم مجرور بإلى وعلامة مجرور بإلاء وعلامة جره محلنا كسرة الظاهرة منها إبراهيم ما منكم يكر به وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة كسر كنائبه نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا يصرف واسم أنا تنوين أقبل مركا محاول ديدي يعني تنوين تصرف محاول ديدي والمانع له من الصرف محلنا العالمية والعجمية أساسها العالمية والعجمة وإسماعيل الواصلة كلاوي لأن إبراهيم واسم عالمة مبين إبراهيم واسم عالم والإيقان مركة لبعض اسم كان اسم عربي ما هو اسم عجمي وإسماعيل الله حرف عطف إسماعيل معضوف على إبراهيم والمعضوف على المجرور مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا يصرف والمانع له من الصرف العالمية والعجمة فحيوا بأحسن من هذا فحيوا الفاء مارتي محال إلى هذا واقعة في جواب الشرط وإذا جواب إذا بشرط إلى هذا عيسى وإذا حييتم بتحية سمين فحيوا بأحسن منها حينا مركو حين قلنا فعل أمر مبني محالنا على حذف النون نون بماشي أفعال خمسة من فعل مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل الرفع بأحسن الباء حرف جر محل شيء كبير بأحسن باسوي بعض هذا الشيء بأحسن ممكن أكرد لنا بعض حرف جرمين سوين هو سبيل اللي مرم هو سبيل في مركة فتحة عن بابوس كي بجليسه وكسبه لكما إبوية بأحسن الباء حرف جر أحسن مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم الله يصرف والما يعلم من صرف محالنا رجل فرمي ورسو سعودي محال روضي يا الوصفية
ووزن الفعل. الله يفتح عليكم. الوصفية ووزن الفعل. وزن الفعل هي صفر أحسن ووناك سفوي تاسو كلا بارين يسوي من هنا جار مجرور متعلق بأحسن ويا مركا أحسن مركا إذا فعل تفضيل لو عمل فشاكسع يعني السبعة التي تعمل عمل الفعل أو مصنف كنو كين دور أي كم تايويا مركا هدا أحسن إبراهيم إسماعيل بكون كان اسم الله ينصرف كي أو مفرد بكون مثالي أصدق أو جمع تكسير هذا كون مثال أو جمع تكسير بون نغضاء أهيا نحو قولك نحو قوله تعالى من محاريب يعني أيدي يعملون له ما يشاء من محاريب مركي نبي الله سليمان لو شيء كان يجمد له أسخري يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وحسب الله عمل فلان مركي هذا من محاريب ومحو شاكين محاريب والقرب لبعض من أحرف جرعة أياك علي وحالا لأنه خاصده من تحرف جروي إنه خاصده لدوني والقرب لمحاريب علي صوت حوي واسم الله واسم لا ينصرف هو وزنك الإلهة المفاعيل ويا اسم الله صيغة منتهى الجموع الإلهة والقار دونا أو قاسك قهد دونا من محاريب من حرف جر المحاريب مجرور بمن وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف محلنا صيغة منتهى الجموع مرك اسم لا ينصرف كل إخوانه الاسم الذي لا ينصرف فتحة أيا لغوه وصدها كربك أيا لغوه وصدها هذه لا بشرط لو يوي هدانا لا إضافين واسم كدر بيع لا إضافين أما سه الاسم جلين مركز أيا فتح له كرب الآية لكن هذه لا إضافية واسم كدم بالله اسم كدم بياه لا إضافية أما سه ألف لاني أي قش أول كيسة اسم كلا وصرف كار فتح له مكر بيجي لغم هو صدقية كسر له هو صدقية لأن شروط يبقى له أيوي مركتيبة مصنف كاريس الريبي وحويري وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو غير أو جمع تكسير إلا إذا أضيف إلا إضافية موي مركب فتح على من قام يسوع وحدان الإضافية موي إلا إذا أضيف إلا إضافية ما هي هذه الإضافية مرك كسر لغوه صدقية فتح لغوه صدقية نحو قوله تعالى في أحسن التقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم في أحسن هذا فحي بأحسن سمعنا سمعنا بأحسن بعد اللي قريه أحسن ولا كردي حتى في ذا كل قريه هذا أحسن بعدين واصدقينا في أحسن بعدين نوك ولا واصدقين لماذا الله واصدقين ما دام أحسن اسم الله يصير فروع ولا إضافية تقويم تقدم بيصير إضافي وأنا إنا الإضافية من بشروط ذلك كم إدعيد ويا مرضي الإضافية شروط دي ولا ولا مرك كسر اللي واصدقين في حرف جر أحسن مجرور فيه وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره أحسن المضاف تقويم المضاف إليه مجنوه علامة جر كسرة نارة في آخره وقبل كوباده أو دخلت عليه أمل أما علي أي قشه نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فيري هذا لم تصارع عالم نراهن يعني ما كان هذا مررت بمساجد دميلا سمع بمساجد وقرب بعض مكان قليل يعني أمسه يعني مساجد مكة إرادة وحالي يهي اعتكفنا في مساجد بانبيه كرنا مساجد هكو اعتكافنا مساجد لأن ألف لان أميين مركا سوكرة فتحكوه وصدق لكن هذه ألف لان آد قليسة سبع عيدة قرأك في المساجد اللي إرادة ألف لان مرهد يقشو والله وصدق إياه كسر له وصدق إياه فتح له ما وصدق إياه وأنتم عاكفون في المساجد بل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إليكم معتكفين يعني ما رتي واعتكاف كجرا هوينكيني هلا ما رتي مباشرة على سمين هنا اعتكافكم مساجد وحوي والمساجد الثلاثة بلو اعتكافا مساجد أسوي مساجد كاستماع اللي سكي اعتكافي معه مسجد كانوا كلا تدد سكا ما رتي اعتكافي أركيسا نصوص بات المامس إلي مساجد داس لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني ما رتي اعتكاف مسجد أسكلا مسجد مسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الأقصى
مساجد داسن دا لغو اعتكافاوية. وأنتم يعني وأنتم والحال أنتم وهو والحال ليلا ولا تباشروهن يعني وأنتم إذنكم مارتي كون نجي مساجد دا حيث كون نجي اعتكاف سمينة مركا وهو والحال بالسكيلة أنتم وضمير منفصل المبتدا المبني على السكون في محل رفع والمبتدا عاكفون من خبر كيديون خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفع محل عاكفون وعلامة رفع من الواو نيابة عن الضم لأنه جمع من كرسالم وسومرني واي عاكفون في المساجد في حرف جر المساجد مجرد في وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مركا كسران هذا كوه وصدقنيه فتحكوا معنا الهوصل بهم محادي لي إن في مساجد الليلة والكوردقو ألف لام باقى الشيء هو بك شرط يبقى اللواي بسم الله صرفك ونوء من دونا ونوء كين دونا سوى التفصيل بمسلفك دلال نوء كين دونا بانارك دونا إن شاء الله تعالى وحنكسر بحنا على مدي سبحانه خفضه أي لهيب أو فتحها هالبوس بيدكت مركا علامات كين نهر مركا كدر سنو سبح دان علامة أول مردان هي سنة سقال سوماهن أفري شنبا هي سنة سوما صدح على من موجود الرئيسة لم يتمن على موي مواضيع من نحية طيبا هي سنة سجد هي سجد سوماهن تدبنا موجود الرئيسة يا صدح يا لباتن موضع نوان هي سنة هوي وتاسوية وحناها المركة جزمه أوكلي النهار جزمها مسنفك وليش يجدون لبع علامة كلية وليه لولا علامة مبع أسألك كلام فرعوي تاسم بان أركدونا يرونه باب معرفة علامات العرب وقبح دونا إن شاء الله تعالى وللجزم الربك أي أسق ناري علامة تانية لبع علامة أي أسق ناري وللجزم الربك أي أسق ناري علامة تانية لبع علامة السكون ربع أسق ناري وهو سكون كن على الأصل يستدعى أسألة والحذف كاللبات أي أسق ناري وهو على مدى اللغاية حلف كي نائب عنه عن السكون سكون كمتك النائبوي فرع بكي سكون كي بفرع كي هاوي مركا جزمه لبع علامة إليه هاي لبع علامة لبع علامة السكون والحذف بالإله سكون كو أصل حلف كنو النائب أما فرع وي سكون كو مهر رياه بوصسك ودليه بنوشي المسنف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء فأما السكون الربكي وأصل كأها فيكون أهان علامة علامة أي للجزم الربكي والنغضاء في الفعل المضارع فعل كمضارع دحري الصحيح الآخر إيه؟ آخر كيس قلاشي سأي في يومي الصحيح الآخر محل جدا يعني ما ورنجلين حرف من حروف العلة الثلاثة ما ننقلين حرف أو حروف إلا ذا يصدح ذاي الألف والواو والياء بان آخر كي يسجلين مالك هذا يصدح ذاي يجلين فعلك صحيح علينا ذا سوما وصحيح الآخر الذي فعلك صحيح الآخر كأهاي المبارع أو لم يتصل أو صلح بجسن بآخره قداش ليسا شيء مش محرق السن شيء لا لحل السن وحل حل السن إلين جلين يعني قلاش يسمى الاسم وحمل الحين باسم المحل وجهه الف الاثنين واو الجماعه هي المنطقه المخاطبه يعني مما يوجب بناءه او ينقل اعرابه في اشياء جرنوكراتويه لا بد من الاسم الحين اما نون نسوي من التوكيد من ايرين كلمه محل نسوي من التوكيد بفعل كمضارع قلان معرب من مر وكسار المبني ذيك الدقن حدي اي الف الاثنين واو الجماعه هي المخاطبه اي لحن سدانا إعراب تيسي حركة حركة مكرران مكاسي حرف جيان ساسا موجه ذوي نحو قوله تعالى الله هذا الكيس أويروي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد لم يلد هذا سيمجه دواربين يلد وي لم حرف نفي وجزم وقلب يلد فعل مضارع مجزوم بلم مصحيح الآخر مصحيح معتل الآخر يلد وصحيح الآخر آخر كيف نوح لحل سلوه كلنا مجرس وما مركا يليد فعل مضارع مجزوم بلم بلن لما إلا يقول ربي وعلامة الجزم السكون ووجد سكونك بس كاسود دلي فعل كمضارع صحيح الآخر كا دلاشي سئن وحب لحل سلين ووح إعراب تيسا كأي عمارة بنيه سواجبية أما إعراب تيسا قولي يا يسل لحل سلين
ولم يلد ويفاعلك وهو الله أنقني الله وحبا مؤونا دليل ولم يولد لمن دليل يعني أصلنا مرها فرعنا مره ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قفنا أمدق ما إله بمعنى صاحب الملك والإله كفك منك هو انتسال إلى هذا وكفة يتهيب إلى هذا مركا صاحبنا ملك ولم تكن له صاحب أوكلاتين لم يتينا أما أحد مخلوقات في سكمده الله تشبه مجرويا الله أحد شبه كرمجر مخلوقات في سكمده ولم يولد الله حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب يولد فعل مضارع مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون مركا وحالنا يولد فعل مضارع مبني للمجهول بلانا ومارك فعل غير صيغة ومجهول ويان مجزوم وعلامة جزمه السكون نائب الفاعل قاتا مارك ونائب فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الله وضمير مشكو جري ولم يولد الله ما لم يقل نائب الفاعل تكاوية ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن من أوسن أهال أحد قفنا كفوا مد أبنق من له الله مد أبنق لفلا موسن أهال مركا يكون تاسوي الله حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب يكون فعل مدارع مجزوم بلم على مجزم السكون أحد تاس وهي من كان الناقصة وهي متصرفة من كان الناقصة كان الناقصة هي بكتمل ومدارع هذا مدارع نقطه هي هذا أمر نقطه هي هذه أي مصدر تاي كل عمل في شكل زمان مركا متصرفة من كان الناقصة ترفع الاسم وتنسب الخبر أحد واسم جديد مؤخرة اسم كان اسم يكون ومؤخرة وخبر كده مري مرفوع وعلامة رفع يدن تدارت في آخر كفوا وخبر كيبي ومقدمه خبر كي يعني اسم كي كهر مري منصوب وعلامة نسب فتحة مدارة في آخر له وجار ومجرور متعلق يعني مارتي يكون تاسك تعالى جنين ولم يكن له كفوا مدد لقم أحد له الله مدد لقم كفوا تاسك تعالى غير موسنا هانين أما يكون هل كان بوسط واحد يعني مارتي سكون كي هل بوس وكلية دلي هل موضع وكلية أي دلي ومحي فعلك صحيح الآخر كا هو آخر كيس وحبئي اللحن السريم على مدى الباب ذا هذا نقلين وأما الحذف على مدى الباب ما أبكى حذف بوها وأما الحذف حذفك فيكون وحو أهان حذفك علامة علامة أي للجزم الرابك علامة النقضة حذفوا على موضوع النقضة في الفعل المضارع فعلك مضارع المعتل الآخر آخر كيس أو بكي آخر كيس أو جرناء معتل الآخر محال إلى هذا ساكو فسر الشيخ وهو معتل الآخر كان لشيء يعني ما فعله آخر كبواشي سأوس يعني حرف أبدا بياه أو يعني حرف علة أو يعني آخر كيس أو يعني حرف علة أو يعني حرف علة واقوة حروف العلة واقوة وساكو سي فسر وحروف العلة يعني علة حروف تالي جردها أنا عبرك حروف تأولية الألف ألف والواو واو والياء ياو سبح ناس حروف العلة اللي هنا الألف والواو والياو أفرت سبح ناس أي حروف العلة سبح ناس فعلك أي آخر كي سيالان مضارع وحليقنا معتل الآخر أي الإرادة آخر كي سمد أو جرية ويان بس كاس ويدكتي عقوب مثال نحو قوله تعالى لم ولم يخش إلا الله ومن يدعو مع الله ومن يهدي الله وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون بس كلابات يعني حذف كلاب بس مودقة وفي الأفعال فعل ياشي بحر يدين ويدقة أفعاشي التي أفعاشي رفعها قد كيبوها قدو ذي لمركل قريو بثبوت النون كائن بثبوت النون ممكن مثل السبوع وها قد كيبو تا أيو ما ردت إساقنا النقضة لبقى بوسو حذف كدقة حذفك لما بوس بو دجال لما موضوع لي علامة لما ما إكيد سما لما موضوع دجال وحوي الفعل المضارع المعتل الآخر كو هي الأفعال الخمسة لما بوس بو دجال أما أمثلة الخمسة به أفعاشي شنطة هاي لما بوس بو دجال كم هو رأي معتل الآخر كان يعني سدح ذا حرف مثل الجشال إذا أما واو أما ألف أما ياء
انت بمركة كون مثالية فعلك آخر كيسة أو كبكي يعني مالك ألفت أو كبكي وحكوه مثالي لم يخشى إلا الله سعيده ولم يخشى سماهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله ساسوا وهو بلجفت أنا لم كريه إيدي ولم يخشى إلا الله الله حرف عطفه لم حرف نفي وجزم وقلب يخشى يخشى انت يسين قليل لمتا انت لم قليل محوها في الكاسي يخشى محاو دنبي ألف بأو دنبيس لم مركي لقلي ألف تواقع ذي لأن حرف إلا يهد مركا لجزمي والرورية ويقع إيساوي مركو حالنا لم حرف نفي وجزم وقلب يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف بلم إلى ما شاس ألف كبه أنت ومحاية سنايو فتح هذا الشيء كالقرد قاعد سنيس والفتحة قبلها دليل عليها دليل لأن الفتحة أخت الألف فتح هذا يا وحي تهي يعني مارت أخت الألف ويا إلا الله ولم يخشى هو فعلك وضمر مستطرة ومارت من تنفرون النقنة إنما يعمر مساجد الله من آمن النقنة وجد فاعل ضمير مستتر يعود على جواز البلاغ أصدري يعود على من هل كاسو النقنة إلا وأداة الستنائي الله سماها سما كردنا منصوب على التعظيم ومفعول به لكن منصوب على التعظيم سيد الشيخ أبو أورونا يويا ومن يدعو مع الله بركي ألفت لحفي والموسى الشيخ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي ومن يدعو من اسم شرط باهلك القشي من حروف الجواز انت كبده سماك من تألوه حرف عطف من بحسب ما قبله اسكدهوه من اسم شرط جازم يجزم فعلين محمد يجزم الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاه يدعو انت من تقل كهر فإن كان يدعو محوها يدعو محاو دنبيه واو دنبيه واو دنبيه من تلا الحريرية أو جازمها أي قيسي ما كان يدعو وحلنا فعل الشرط مجزوم بمن من بالو جزمي وعلامة جزمه محلنا حذف حرف العلة وهي الواو إنه مشاس واو حكب أنتاي أين كو حكب لي وحيث سنايو دمضة مكاسا الله وعين تسان والضمة قبلها دليل عليها لأن الضمة أخت الواو مع الله هنا واتس مع وظرف مكان مع مضاف الله مضاف له واتس ومن يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي من اسم شرط جازم يجزم فعله الأول فعل شرط والثاني جواب جزم ومن يدعو مع الله إلى آخر جواب شرط إلى حقه دعية فإنما حسابه ناسه دم بيتعي ودعي من يهدي الله جواب تيبني جملة اسمية لكبني زفه والمهتدي هيا جواب شرط لما قلنا من تجواب شرط من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاه يهدي انت سمن تقلين كهر محوها يهدي موافعل كسوما من دال لحب لي يألوى لقيمة يهدي وحالنا فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزمي حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة أخت الياء من يهدي الله الله لا فاعلك إلا الله وحنون الله وفاعلك من أحدك يهدي الله الله وحنون فهو المهتدي الله وفاعل مرفوع علامة رفع إذا مطارد في آخره بوسك الكوباد مارت حذفك أودقي وحوي فعلك مدارع ومعتل الآخر كأه تسالي سنة ونص الشيء المسنف بوسك اللباد وحذفك أودقاه وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون وفي الأفعال فعل ياشي بحذ يذيبه حذفك علامة النقضاي جزمه علامة النقضاء سوى كنائب سكونك التي أفعاش رفعها قدر ويدعوها كل كل قدر يعني قدر غيره بثبوت النون كائن بثبوت النون نون تسوكتان كيدا أوها أفعاش مرك اللقرة يثبوت النون لإعرار جرم حيالي أفعال خمسة بيجر سمع أفعاش شاس بامان تحت في النون أي لقو جزمين مارتي لقو جزمين يفعل كمضارع ويا أفعاش لقو جزمين نحو قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تصبروا وتتقوا وقوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا وقوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني ساسوك إنا ردون إليك إن تتوبى وعقول مثالي فعل كمضارع
وألف الاثنين أي قسي. وإن تصبروا وتتقوا أفعال الخمسية في إنك مدارع أو الجماعة اللي حريستي لبدا في الكبو مثالي ولا تخافي وعكبو مثالي في إنك مدارع أفعال الخمسة في إنك مدارع وياء المعنى في المخاطبة أي قسي ولا تخافي وعكبو مثالي انت من انت ذا لو رجولي انت طوبة يعني اصل كيري انت سنجلي محوها في الكاسي فطوبة ليبو اسمه والله اعلم انت سنجلي تصبروا يتتقوا محوها تصبرون وتتقون افعال خمسة اسمه ومن العراب جري تخافي انت سنلاب الناهية لأجل كهر محوها تخافينا مركي انت شرطي يبا لبدا اسفعلها للحريرية يلاذ ما هي ذا أو أنت بجوازين أيين طامرك النونتي ليرقوني إعرابتي بمرك وحوى أنت طوبة إن حرف شرط جوازين تجزم فعلين الأول فعل شرطي والثاني جوابه وجزاؤه مرك جواب شرطي هذا محدود فطوبة فعل شرطي أنت طوبة إلى الله يعني ما ركي يتب الله عليكم ساسو كربا وليك الله هو إن كتب أخبره هذا ترب أسوى النقطان مرك تطوبى فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حالنا حذف النون نيابة عن السكون لا هذا أرمي الناس وما لأنه من أفعال الخمسة وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع وإن تصبروا إن حرف شرط جازم مجزوم الفعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاؤه تصبروا فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون وواو جماعة لام من أفعال الخمسة وهو الجماعة الفاعل المبني على السكون في محل رفع وتتقوا جملة الوعد فيها تتقوا الواو حرف عطف وتتقوا الواو حرف عطف تتقوا فعل مضارع مجزوم أما معذوف على إن تصبروا ظهرك عطفا تصبروا ظهرك عطفا ومعذوف على مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وهو الجماعة الفاعل المبني على السكون في محل رفع ولا تخافي الواو حرف عطف لا ناهية تخافي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه إلا لا رأس جزم فيه وعلامة جزمه حذف النون وياء المؤنث لأنه من أفعال الخمسة وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والله سبحانه وتعالى أعلم ولا ليال هلك سبحانه وقول دمادي درسي شنات كتابك متممة الآجرومية للإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى.